من تحت الباب. خليك معاهم الاخر صعد الباقيين. خلي بالك من نفسك يا باسم. ما تخافيش يا ماما. يلا يلا على بره بسرعه. بس تعالى. طب رجله يا ربي. خدت فوزي. انا معاك يا فوزي. ولعت وليلة كلها في المستشفى. ايه؟ استناني هنا لحظة واحدة. لسه فاضل ايه يحصل عشان نبعد عن العيلة دي بقى؟ المرة دي وعدت بالسلام، المرة الجاية هتعمل ايه؟ تمشي دلوقتي من
ماشي. مش همشي غير لما ترد عليا. انت لسه هنا لحد دلوقتي وسط الجنود ده كله بتعمل ايه؟ ما ترد. هيترد عليك لما ارجع البيت واطمن على الموجودين هنا. امشي. يعني ايه مش عايزه تسافري معايا؟ في ظرفي دي هتكوني لابسه هدومك وجاهزه. هو ايه ده بشرف؟ هكون مجرجرك من شعرك على بره بنفسي. بسرعه. يا الله يا الله. ايوه بابا. انت فين يا ابني؟ قلقتني عليك. اسمعني لو سمحت، خد عربيتك دلوقتي حالا وحصلني على المطار. انا محضر لك كل حاجه عشان تسافر معايا. اسافر معاك فين؟ مش عارف الاول انت عملت ايه. اطمن يا بابا، عيله الدالي خلاص ما بقاش فيها غير خالد الدالي وصفوه الدالي وبس. يا نهار اسود، النار كلت المجموعه بالعيله اللي فيها يا بابا. ايه؟ مش وقته الكلام ده يا بابا. يلا خد عربيتك وحصلني على المطار، هتلاقيني مستنيك في عربيه بريليوني بسرعه. سلام يا سعد. الحمد لله على سلامتكم كلكم. سعد في ايه؟ فوزي ماله؟ خالد ابنك فين؟ خالد؟ مفيش غيره اللي جواه سواد الدنيا كلها عشان يعمل فيه اللي عمله. والله ما كنت اعرف، والله يا سعد ما كنت اعرف، ما كنتش عارف ان هو هيعمل عملته السودا دي، حاولت امنعه ما قدرتش. ما تدخلنيش في متاهات. خالد ابنك فين؟ في المطار. هيركب انهي طياره؟ انت هو ما معرفش، كان عايز ياخدني معاه، حتى انا بالاماره كلمني في التليفون وقفلت السماعه في وشه وجيت على هنا جري. خليه قدام عينيك لحد ما بلغ وزير الداخليه. ما تخافش عليك، انا مش ههرب. انا كنت عايز اهرب ما كنتش جيت هنا برجلي. معالي وزير الداخليه من فضلك، انا سعد الدالي. يا فندم انا الحمد لله كويس، بس عايز ابلغ حضرتك ان خالد الدالي في المطار دلوقتي. معرفش هو مسافر فين، بس اكيد هو في المطار دلوقتي، يا ريت تلحقوه. سيور خالد، مفيش وقت، اصدقائنا في المطار، يلا بينا يلا. ابو بابا سنيور بليوني. بابا لو لحقنا هناخده معانا، ما لحقناش انا هتصرف. يلا يلا. كبي. متشنق على طول، هما سابينه كده ليه؟ محدش بيعمل له حاجه ليه؟ شفت يا سعد؟ انا مستنيك من بدري، ولولا اني مقدر الظرف كنت دخلت لك بنفسي.
ممكن الناس تسمعك في طلب. قبل ما سعادتك تتكلم يا سعادة بيه، أنا كنت جاي أتابع موضوع حريق المجموعة، لكن الصدفة هي اللي قابلتني في صفوت بيه، وطبعا مش معقولة أتجاهل وجوده بسبب ظرف زي ده. أنا متأكد إن صفوت مش هيهرب، اللي أنا طالبه بس يبقى تحت الحراسة. الحكاية كلها كام ساعة وكل حاجة تتعرف. تحت أمر سعادتك. صفوت بيه يفضل تحت عينيك لحد ما أرجع من معاينة المجموعة. طبعا سعادتك عارف ان احنا لازم ندردش مع بعض شويه بخصوص الحادثه الجديده. في حد بتتهمه بالحريق؟ بعد اذنكم. خير يا دكتور؟ طمني. مش لاقيين في جسمه اورده نديله فيها محاليل، والحاله بتتدهور بشكل سريع جدا. بعد اذنك. حد يجيب سيرة خالد الدالي في التحقيقات بتاعت الحريقة. ازاي وده اللي بلغت عنه عشان يمسكوه؟ مطلوب في قضية ناصف مذكور، وأكيد هياخد أقل حكم لأنه ذكي وتلاقيه عامل حسابه. ازاي وحابسني أطلب منهم كلهم يقولوا ما نعرفش مين اللي ولع فينا وكل عارف إنه خالد؟ مش عايز أطلب الطلب ده تاني، بس يا رب البوليس يلحقه. سعد بيه، فوزي بعزم.